وصلت حدها ولازم نتفرغ. دائما نحلم بأشياء أو نتمنى تحقيقها، ولكن بعض هذه الأشياء عظيمة ومهمة، فتتطلب اتخاذ قرار صعب وتتطلب أيضا الشجاعة. فهل أنت مستعد لاتخاذ قرار؟ أنا مستعد. هاي قرار مستعد. والله أسعى أدرس الموضوع ومن ثم أتخذ القرار. الموضوع مو هين أبدا، من أصعب الأشياء اللي الإنسان ممكن يتخذها بحياته. أنا لا أتخوف من القرارات وأتحمل نتيجة القرار. ما أهم قرار اتخذته في حياتك؟ عاجبني أدخل بهاي المجموعة الخدمية للإمام الحسين عليه السلام، والحمد لله وشكرا توفقت. ذهاب إلى ساحات الجهاد. تأخرت هواي بالالتزام بالصلاة. أن أسير بخط أهل البيت وبمنهج أهل البيت، وأنا أسعى بكل جهدي أن أكون في خدمتهم. مهما يكون الإنسان راح يبقى هو صفر على الشمال إذا ما عنده علاقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي وفقنا اتخذ القرار. هل فكرت يوما أن تكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ ولهذا عندما تريد أن تكون من أنصار الإمام عليك أن تكون ماذا؟ عليك أن تكون مستقيما. هذا القرار أنا أتخيله دائما حلم. اللهم أرني الطلعة الرشيدة. نسعى باللي نقدر عليه. وجودنا الآن هو لنصرة الإمام، تمهيد لدولة الإمام. كلش قد يلا تفكر بالإمام كل يومين كل ثلاثة؟ لا، الإمام يفكر بك بكل دقيقة. نكون جاهدين أكثر وأكثر. إنه الإمام هو يختار أصحابه سلام الله عليه، مو أنا أختار نفسي إنه أروح هو. مو سهل أن تكون من أنصار الإمام وأنت تؤخر صلاتك. كن نمتلك هذه المواصفات حتى نكون من أنصار الإمام الحج صلى الله عليه وسلم. هل بحثت عن الأشياء التي تؤهلك لاتخاذ قرار أن تكون من أنصار الإمام؟ لقيت أشياء ممكن تأهل الإنسان. قدر الإمكان أكون ملتزم. تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحد ذاته هو تمهيد لظهور الإمام. الأمنية اللي يمكن أن واحد يتمناها هو تعجيل الفرج. كل مولاي عجل. تأدي صلاتك الواجبة، صيامك الواجب، عامل الناس بطريقة زينة. أنا على الإمام الحسين عليه السلام، أبكي لمصاب الحسين عليه السلام، ونبتعد عن الغلط. حينما أخلو بيني وبين نفسي أذرف دموعاً. بدأت بنفسي ومن ثم عائلتي ومن ثم انطلق للمجتمع. يريد معاملة جيدة ويا العبادة الواجبة أكيد. ما أكثر شيء يقربك من الإمام باعتقادك؟ معاملة الناس، بر الوالدين، لأن أمور مسلم بها، بس إذا تلتزم بالصلاة وهذه الأمور لا كلش أمورك تمام. التزام طريق أهل البيت طبعا. أكثر شيء يقربنا للإمام هو الحسين عليه السلام. وأستذكر مصيبة سيد الشهداء وبدأ أذرف الدموع. أنا أعتقد هذا العمل بيني وبين نفسي هو يقربني من الإمام صلوات الله وسلامه. حقيقة وجداني مع الإمام الحسين عليه السلام عندي علم بأنه يدري بي جاي أسعى لإرضاءه، بس ما الإرضاء أتمنى والله. أنه نلتزم أخلاقيا. كم تعتقد نسبة حبك للإمام من 100؟ 100%. من 100 قليلة. أنا أحبه 100%. 70%. هذا الاستبيان بيّن إن نقاط التقصير اللي بحياتنا، وياريت كل واحد من عندنا يراجع حساباته ويعالج هذه التقصيرات حتى يرضي رب العالمين ونرضي مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجا وأيده بالناس وانصر نصري واخذل خاذلي ودمدم على من نصر. والآن كم أصبحت النسبة؟ تنزل للثمانين أو للتسعين. ممكن تكون 20%. 80. 80. أقسم عليه بجد الحسين أن يعذرني يعني. إن شاء الله صلحها. أقول له سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان أغفر لي خطائي وتقصيري. سأعالج كل هذه التقصيرات إن شاء الله. بعد وجود تقصيرات وبعد النقاط اللي مليتها، شنو هو القرار اللي راح تتخذه وتقوله للإمام سلام الله عليه؟ أكو واحد من التقصيرات راح أوعده بأن هذا ينتهي نهاية. الآن أنا مستعد أن أكون معك تاركا كل شيء ورائي وأنا أكون معك الآن. نسيان دفع صدقة على صاحب العطر الزمان في الجمعة مو مقصر بها، وإنما أنساها أحيانا. ما أقدر أوعد الإمام في شيء جزء، ما أقدر. أريد أنهي هذا وأبدي بالثاني اللي وراء إن شاء الله. عدنا هذه رسالة بها تعهد، هذا التعهد راح تقرأ إذا أنت قادر تتعهد. راح نخلي هذه الرسالة في شباك مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أتعهد بإطعام 10 فقراء نيابة عنه. أتعهد بقراءة زيارة عاشوراء لمدة 30 يوما. إلى إمام زماني أتعهد بقراءة سكنة قرآنية تهدى لك. أضيف له زيارة الجامعة.
أتعهد بقراءة زيارة عاشوراء لمدة 30 يوم. ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره. الأمنيات لا تباع ولا تشترى، ولكن تحصل عليها بتعبك، وخاصة إذا كانت هذه الأمنية نصرة إمام زمانك. فكر وقرر ورب العالمين يعينك.